السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. قبل ما اشوف الفيديو سوي لايك للفيديو. طبعا اليوم انا مهزوم من البيت صراحه، يعني انا نزلت قبل شويه من البيت حتى اجي انا اصور حتى زوجتي ما تشوف هذا الفيديو، وراح انشره اساسا قبل ما ارجع للبيت بسبب السر اللي هسه حقوله اللي حتى امي ما تعرف فيه. اتمنى توصلون هذا الفيديو 5000 لايك، فوق ال 5000 لايك، لان والله راح اترزل من كل الجهات صراحه. هذا السر حتى امي ما تعرف به، وداعت ابني جديات اهلي كلهم ما يعرفون بهذا السر اللي هسه راح اقوله. ماما انا اسف يوم عذريني، بس كنت احب افاجئك بهذا الفيديو وتشوفيه من خلال اليوتيوب. اعرف انت راح تاخذين بخاطرك علي، بس ما يخالف ماما. طبعا زوجتي قالت دير بالك تحكي لاحد هذا السر، وانا اريد افاجئ اهلها وتفاجئ اهلي به. صراحة تعرفون انه انا عندي حيدر، حيدر ما شاء الله راح يصير عمره 3 سنوات الحمد لله. والسر هو يا ماما، والسر هو طبعا جاني بيبي جديد بالطريق، الف الحمد لله. البارحة اكتشفت هذا الشيء. ما تعرفون الفرحة. انا طبعا اتمنى بنية يعني، وسويت هذا الفيديو حتى اشارككم هذا الفيديو، اشارككم الفرحة اللي عندي. واريد اعرف منكم حبايبي اذا جتين بنيه شنو اسماء البنات اللي اطرحها. طبعا انا لازم اسمي هاي البنيه بالاسم اللي اريده، لان الولد زوجتي سمته اول واحد. يعني هسه تفوت وقت ما اصور هي. اللي احبه منكم انه تكتبوا لي اسماء بنات، لان اريد اسمي بنتي على اي اسم انا يعجبني. فاريد اشوف تعليقاتكم، بلكي اشوف اسم حلو لبنيه واسمي بنتي عليه. ان شاء الله تجي بنيه، واذا جاء ولد مفكر لاني باسم. وهذا السر اللي كان عندي مثل ما قلت البارحه اكتشفته، واليوم حبيت انتم همين تعرفوا وياي، لان انتم كلش عزيزين علي واحبكم والكم مكانه بالقلب خاصه صدقوني. لا تنسى تحط اللايك، خلينا نوصل هذا الفيديو فوق ال 5000 لايك، اعرفكم ما تقصرون. واشترك بالقناه وفعل زر الجرس اهم شيء. واحب اقول لكم مع السلامه.